في أسواق محافظة الحديدة غربي البلاد تتفاقم مشاكل التجار والمواطنين على حد سواء جراء الجبايات والإتاوات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد المحلات والمستودعات والمراكز التجارية. في أغلب الظروف تذهب ميليشيا الانقلاب إلى احتجاز بضائع التجار في النقاط الواقعة في مداخل المحافظة ومطالبتهم بدفع جمارك إضافية على السلع والبضائع التي يستوردونها، وهو أيضا ما يعرض المواد الغذائية للتلف جراء احتجازها لعدد من الأيام وسط ظروف تخزينية سيئة تهدد سلامتها، بالإضافة إلى إلحاق خسائر مالية باهظة. ووسط كل هذا الابتزاز كما يرى الكثيرون، فإن المواطن البسيط وحده من يتحمل الكلفة الإضافية لهذه الجبايات جراء قيام التجار برفع أسعار البضائع لتعويض فارق ما يرونه خسائر بحقهم.